كميته سامر حسن بحيري عزم السعد ما شاهد الواقع بالكامل من بدايته وانا اللي بلغ الحادثه بس الانبوبه ولا حاجه كنا قاعدين في البيت الساعه 12 الا ربع بالظبط تمام الانفجار جامد ولا اريع يا ارض دخلنا بعدينا وجرينا كل اللي في المسجد كل اللي مقيمين في المسجد جروا على الانفجار لقينا مصابين خارج البيت الناس كانت في السوق كلهم متعورين على اصابات جامده كسر وكسر في الايدين وكسر في الرجلين والدماغ بعدين احنا يومين جمنا على حسن والسكر تمام بعد كده اما جم رجال الفرن ده المدني دخلوا على طول بصراحة ربنا والشباب استعدوا معاهم كانوا يساعدون في كل حاجة مش سايبينهم في أي حاجة عزب الزاج بالكامل شباب عزب الزاج بالكامل مش عارفين يطلعوهم قدر الانقاذ اللي عليهم. وعلى ما تقول انت شلت برضه رحت شلت مصابين والله اللي كانوا في السوق. بتعمل اكتر من كده. المصابين بتوع السوق شلناهم بالكامل. وشلنا جوه مع ناس مساعدناهم في الحريق جوه. كل شباب عايزين يساعدوا برضه. ساعدوا في الحريق جوه وما سابوش اي حاجه. هي والله يا جماعه. ربنا يعني شكر لجيش الشرطه اولا على اللي عملوه المجهود اللي عملوه الجامد ده بجد. ونائب المحافظ اللي حضر وثابت شغلها بجد جري على طول على هنا. الوفيات اللي طلعت الحريق كان جامد طيب كنا مرعوبين كنا مرعوبين كنا بنترعش طلع ولع طلعنا ولع تخيلي لو انابيب كلها فجأة كنا كلنا مرتنا الدنيا كلها ضاعت انابيب كلمتها انابيب جامدة خالص اللي خلص انابيب كلها ضاعت اربع انابيب ولعوا في الاول بعد كده لا ولع عيل صغير طلع